السلام عليكم ورحمة الله. الموضوع اللي بغيت نهضر عليه هذا النهار هو القضية، واحد الخبر اللي لقيته في واحد الجريدة اللي كترجع ل 1949. إذا كنتو كتشوفوا التاريخ، هو اسم جريدة بيتسبرغ بوست جازيت مانداي جون 6 1949. أوكي، هذا الخبر وانتم عقلوا، يعني جون شهر يونيو، نهار 6 في شهر يونيو 1949 خرجت هذه الجريده هذه، يعني خرج هذا العدد هذا. يعني شنو كتقول لك؟ كتقول لك ان الخليفه قام بعرس ثمنه 600 الف دولار. العرس تقام ب 600 الف دولار، يعني 600 الف دولار في 1949 واش عرفتوا شحال؟ هي 600 مليون مغربيه دابا، اوكي، يعني الان وهي 600 مليون مغربيه، وتصوروا 600 مليون مغربيه في 1949 شحال غادي تكون؟ اوكي، اسبوع ديال العرس، اوكي، الاسبوع ديال العرس تقام 600 الف دولار، اوكي. وفي هذا العرس هذا الجنرال فرانكو الذي كان يعتبر عند المغاربه كعدو للمغرب لانه كان مستعمرا ديكتاتوريا، وظهر في هذا الخبر ان الجنرال فرانكو الرئيس الاسباني الديكتاتور الاسباني ظهر في الصوره في هذا الخبر هذا، وانه الخبر تيقول ان الرئيس فرانكو قدم فيلا هديه عرس لبنت السلطان بمناسبه زواجها، اعطاها دار ب 200 الف دولار، يعني 200 الف دولار هي 200 مليون مغربيه دابا، اوكي، وهذا الشيء طرا في 1949. تصوروا ان الجنرال فرانكو الذي يعتبر عدوا للمغرب وانه كان يستعمر المناطق الشماليه، تطوان طنجه كانت مستعمره من طرف اسبانيا، وهذا هذا الانسان اللي تلقى هذه الهديه. اوكي، غادي نقراو الخبر كمان ستوب، غنقراو الخبر هنايا. كتقول لك اسيدي هذه تطوان سبانيش مراكو اسبانيا نو الاسبانيا المغربيه، اوكي، نهار هادشي الجريده خرجت نهار جوان 6، وهادشي طرا نهار جون 5. الخليفه الاسباني في المغرب اند هيز دارر اوف ذا ليت سلطان اوف موراكو وير ميرد ساندي ات ذا كليماكس اوف 600,000 تري ويكس فيستيفال. يا ربي تسمح لي، يعني ثلاثه الاسابيع ديال العرس، اوكي، ثلاثه الاسابيع، اوكي، ديال العرس قبل ما اوكي مولاي الحسن بن المهدي بن اسماعيل، يعني كلنا كاع المغاربه سمعوا بهذا الاسم هذا، ان كاين مدارس كاين مستشفيات بهذا الاسم هذا، هو مولاي الحسن بن المهدي بن اسماعيل الذي كان عمره 42 سنه وكان خليفه للسلطان في المناطق الشماليه، وتزوج بالاميره لالا فاطمه الزهراء بنت مولاي التي عمرها 22 سنه، بنيت العينين، the English educated bride never cover her face، يعني عندها واحد الثقافة إنجليزية وعمرها ما احتجبات، يعني عمرها غطات وجهها، كتلبس ملابس عادية، أوكي. كيقول لك أن المصاريف ديال هذا العرس اللي تقام ب 600 ألف دولار كلها، أوكي، هنا يعني الحكومة الإسبانية هي اللي قامت يعني بالمصاريف ديال هذا العرس كله، هي اللي تحملت المصاريف، وعاد الجنرال فرانكو أعطى دار كهدية عرس للزوجين، والقيمة ديالها هي 200 ألف دولار في نواحي تطوان أوتسكيرت، أوكي؟ أوكي، يقول خليفة الممثل المدني للسلطة الإسبانية في شمال المغرب، برنسس لالا إز ذا فيرست ليجل وايف أوف ذا، كيقول لك أسيدي أن هاد لالا هاد الأميرة لالا فاطمة وهي أول زوجة يعني قانونية لهاد الخليفة، اللي عنده واحد الابن اللي عمره 16 سنة مولاي المهدي ناو بين ايدوكيتد ان مدريد، اوكي، وهذا ولدو هذا كيقرا في مدريد، اوكي. دابا غادي نرجعوا، يعني هذا الخبر هذا غادي تمشي تقلب غادخل السميه ديال هاد مولاي المهدي، يعني هاد الزوج هذا هاد الخليفه، والسميه ديال هاد الزوجه ديال لاله فاطمه، ما غاديش تلقى هاد الخبر هذا، اوكي، هاد الخبر ديال ان العرس تقام ب 600 الف دولار
وان تعطاتهم فيلا $200,000 في نواحي تطوان ما غاديش تلقاه. وهذه جريده امريكيه هيا بيتسبرغ بوست جازيت ماندي جون 6 1949 ان هذه الجريده هذه هنا هنا امريكان ديال الكل كيتريقلوا على عباد الله فهمتي يعني نشروا هذا الخبر يعني شنو هو الخبر التعليق ان شوفوا المغرب كيفاش عايش شوفوا هذا الشعب كيفاش كان عايش انا كنهضر في المغرب في 1949 اوكي وتيجي تيتخسر عرس ب 600 عرس اللي دام ثلاثه الاسابيع وتخسرت عليه $600,000 وتحملت المصاريف الحكومه الاسبانيه والحكومه الاسبانيه اعطات كهديه للزوجين الجديدين فيلا في نواحي تطوان ب $200,000 واللي هي 200 مليون دابة مغربيه 200 مليون مغربيه دابة في 2017 200 مليون مغربيه اوكي وهذا الشيء طرا في 1949 يعني هنا علاش كنقولوا ان يعني اللي هاد يعني النظام المغربي لان ملي كاينوا شي واحد كيعارضوا اوكي بلاتي ما غاديش ندخل معك في القضيه هذه غادي نمشي نوريكم الان التصاور ديال العرس شكون كان حاضر فيه اوكي هنا هذه واحد التصويره هاي تقول لك لو جوان 1949 مارياج دو لا برينسيس دو لا برينسيس لالا فاطمه الزهراء افيك لو برنس مولاي الحسن فيس روا دو ريف يعني هاي هذه هي التصويره هاي انتم كتشوفوا التصويره هنايا وهنايا هي التصويره ديال العروسه هايا لا طنجيغواز لا برينسيس لالا فاطمه الزهراء لو جور دي مارياج جوان 1949 هايا هاد الاميره كانت مشهوره بالتواضع اللي تيقولوا انها كانت مشهوره بالتواضع وكانها كانت تخدم قضيه المراه في شمال البلاد ها هي عاود هي لا طنجيغواز لا برينسيس لا فاطمه الزهراء لو جور دو مارياج 1949 هي هنايا حتى هي شو هي لابسه لباس عادي يعني هادشي اللي كيقولوا ماشي انا اللي كنقولوا وهنا تيقول لك سيدي بريباراسيون دو مارياج 1949 انتم تشوفوا العبيد الخدام تيوجدوا اوكي وهنايا هذه هي التصويره المهمه اوكي انتم هنا غادي تشوفوا معايا هنا كاين واحد الجهه هي هادو هذا الزوج اوكي وهذا شي فقيه جالس معاه وشوفوا هذا راه المقيم الاسباني هادو اسبان ناس اسبان انتما كتشوفوا هادو ناس يعني ناس كبار يعني في 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 في, في الحكومه الاسبانيه يعني مسؤولين كبار في الحكومه الاسبانيه اللي باين من اللباس ديالهم وهنايا تيكتبوا الكتاب ديال سميتو مع الحضور ديال كبار مسؤولين اسبان شو ها هما اوكي نزيدو نشوفو عاود ها هي الاميره عاود كتصور هذه الاميره ملي كانت خارج ملي كانت جايه داخله لدارها شتي الدار ها هي الدار قصر اوكي واميره بيان سور اوكي هادشي اللي بغيت نوريكم هادشي اللي بغيت نوريكم من قبل من سميتو هذه هي الصوره اللي بغيت ناكد عليها خاصه كتشوفوا ان الاسبان اللي كانوا مستعمرين البلاد وكانوا تيقتلوا رجال المقاومه يقتلون يوميا بالمئات وها هما هنا حاضرين عرس للعرس ديال الخليفه ديال السلطان في المناطق الشماليه وهما اللي تكلفوا بالمصاريف ديال العرس وعطوه فيلا هديه ثمنها $200 مليون $200,000 اوكي هنا عاود تصاور ديال العرس ها نتوما كتشوفوا هذه هي الاميره وهذا الخليفه لما كبروا يعني في صوره جديده هذه ماشي صوره ديال 1949 اوكي يعني انا اللي بغيت نقول هنايا يعني هي تعتبر خيانه يعني من لان مثلا العدو ديال الذي ان الشعب المغربي انه يعتبر اسبانيا عدوة وانها مستعمره وهذه اوكي وملي كتنوض مثلا السلطه الحاكمه في البلاد كتعامل مع المستعمر اللي كيقتل المقاومين المغاربه اوكي اللي تعتبر ان النظام طرف من المقاومه يعني ما خصوش يعني النظام المغربي كان تيلعب على المغاربه جوج الوجوه اوكي
كان تنشوفوا ديك الخطابات ديال المقاومه وهذه وهذه وهذه، ولكن او ميم طون كنا كنشوفوا السلطه انها تستفيد من المستعمر، يعني بحال المستعمر كان مخدمهم عنده، كانوا ماجورين عند المستعمر، وهذه هذه هي الحقيقه ديال سميتو. وهنا كان بغي نرد مثلا على الناس اللي تينوضوا وتيقول لك مثلا المعارضين خوانه، يعني اي واحد تيكون انه ضد النظام المغربي تعتبره خائن. ولكن هنا انا بغيت نشرح داك المفهوم ديال الخائن. شنو هو الخائن بعدا كده؟ الخائن وهو الانسان مثلا اللي كيتعامل معك مزيان، اوكي كيعطيك شي حاجه، اوكي تي تي تيكون معك تيكون تكون عندك معاه شي عقده، اوكي الور ملي انت كتخوي به عاد كتسمى خائن، اوكي. ولكن مثلا المغاربه مع النظام المغربي، هاد الناس اللي مثلا اللي ضد النظام المغربي، راه ماشي هما الخائنين، راه النظام هو اللي خاين بهم. يعني النظام المفروض انه يحقق العدل، يحقق المساواه، يحقق فرص الشغل، يحقق الصحة للشعب ديالو، اوكي هذا هو هذا المفروض من اي نظام. ولكن النظام المغربي واش تيوفر هذا الشيء للمغاربة؟ اذا وماشي المغاربة اللي يعني ماشي المغاربة اللي من في استطاعتهم تحقيق هذا الشيء، يعني ان المغاربة عندهم واحد الإدارة هي اللي كتقوم بتسيير امورهم، وهذه الإدارة اللي كتقوم بتسيير امورهم وهي النظام. ولكن النظام ما قايمش بهذه الامور، يعني النظام يعني بحال واحد مسؤول كنجي وكنقول ليه فوالا اسي فلان انت هو المسؤول على هذه الشركه اللي هي المغرب، غنعطيوك هذا القدر من المال، هذا القدر من الناس، وغادي تقوم بواحد التسيير صالح، اوكي يعني غادي تقوم بواحد التسيير اللي غادي يحقق يعني كاع الناس انها الشعب المغربي خصو يكون ساتيسفاي. ولكن مثلا العائله المغرب، هذه العائله اللي حاكمه المغرب شحال من عام وهي حاكمه المغرب، يعني شحال من فرصه تعطاتهم، وهما الهدف ديالهم انهم تيزيدوا تينهبوا في الخيرات ديال البلاد. يعني كتشوفوا مثلا هاد واحد امير غادي شاري دار ب 12 مليون دولار وساكن حدا مول فيسبوك اللي عنده فيسبوك، وان الثروه ديالو 38 بليون دولار بليار دولار، وشاري دار ب 6 مليون، وامير مغربي شاري دار ب 12 مليون. وتصوروا معايا ملي مايك زوكربيرغ اللي المالك ديال فيسبوك اللي عنده واحد الثروه اللي كتجاوز جميع يعني يعتبر المصنف الثالث او الرابع عالميا على وجه الكره الارضيه في الغناء، اوكي واحد اللي غير امير مغربي، يعني ما لا قرايه لا درايه لا والو، يعني ديك الفلوس كلها غير نهبها من المغرب، اوكي وشاري دار ب 12 مليون. يعني مين جاتك هذيك فلوس السي فلان حتى مشيتي شريتي دار ب 12 مليون؟ كي درتي ليها كي درتي ليها كي درتي هادشي؟ علاش مثلا تنقول دوك الناس اللي كينوضوا تيقولوا مثلا المعارض راه مرة خاوانة؟ راه ماشي حال خاوانة، راه النظام اللي خائن خائن المغاربة، راه النظام هو الخائن. يعني واحد الانسان اللي واحد النظام اللي ما كيقدمش للشعب ديالو المتطلبات الحياة البسيطة، انا ما كنطلبش ان هذا النظام يقدم للمجتمع المغربي ولا يقدم المغاربة يقدم ليهم الحياة ديال سويسرا ولا الحياة ديال السويد سميتو، يعني غير تحقيق مطالب بسيطه. وكنعرفوا ان الشعب المغربي راه ماشي واحد يعني يلاه 40 مليون باش يعني يلاه 40 مليون واحد، اوكي وعاد نشوفوا مثلا الناس اللي خصهم العمل راه قل من 40 مليون، والناس مثلا اللي خصهم يتداووا راه قل من 40 مليون، والناس اللي خصهم التعليم راه قل من 40 مليون. يعني جينا مثلا نفرقوا ديك المستويات كلها، عند المغرب قادر انه يستحمل وانه يقدم يعني جميع الظروف لتوفير الحياه العاديه والبسيطه للانسان المغربي، اوكي ولكن هما ما باغينش هذا الشيء، هما باغيين ان الشعب المغربي يكون عبد ليهم. هذا الشيء اش كنقول مثلا الناس اللي تيجيو تيقولوا المعارضين راه خاونه، راه ماشي خاونه، راه النظام المغربي هو الخائن، راه غير حاولوا يركزوا لكم ديك الصوره يعني الخبيثه على الانسان المعارض، كما كنشوفوا مثلا ان خلقوا لكم ديك الصوره ديال ان الملك راه رمز الوحده ورمز المغرب ورمز الدين ورمز السياسه ورمز ديال كل حاجه. هذاك راه خطا، لان النظام لان الانظمه الديكتاتوريه يعني الحل الوحيد انها تبقى يعني على قيد الحياه وهي ان تفرض هذه الظروف اللي مفروضه في المغرب، اوكي القمع اللامساواه، كتعطي للافراد السلطه يعني الحق الكامل في قمع المواطنين، يعني القهر
يعني كتخلي الانسان كتخلي مثلا الانسان تيعيش واحد الظروف اللي ما كتخليش يفكر انه كيفاش يثور ولا كيفاش يبدل النظام ولا كذا كذا. حتى مثلا تلقوا راه شتي المغاربه راه ماشي هما الخائنين، راه النظام المغربي ديك المنظومه اللي كتحكم المغرب راه ماشي غير النظام، راه النظام والاجهزه التابعه له. راه الاجل راه ما كنقولش انا النظام راه غير الملك مثلا، راه الملك وديك الاجهزه اللي تابعه ليه حتى لتحت. اوكي، راه حتى ذاك المخازن وذاك المقدم يعني ديك المنظومه اللي تابعه للنظام راه كلها خائنه، يعني راه كلها الهدف ديالها وهو تخريب المغرب. يعني ما عمر المغرب الا بقى مثلا النظام المغربي هذيك المنظومه اللي حاكمه المغرب دابا غتبقى حاكمه المغرب، راه المغرب ما عمره غادي يتقدم. اوكي يلا، المهم هادشي غير بغيت نوضح لك القضيه ديال الخائن، يعني الشعب المغربي ماشي خائن ولا معاذ، راه ماشي خائن، راه النظام المغربي هو الخائن. اوكي يلا، السلام عليكم.